الخمسي أمامية ناحية الهادي، التغطية من توماس جونيور، توماس يتباطى في لعب الكرة، يلعب كرة أمامية ناحية من؟ ناحية دانيال بادي، والكرة تخ في بناء الهجمة، كان ممكن اللعبها بشكل سريع. توماس يلعب الكرة أمامية من جديد لفريق المحلة ناحية بوساق، ولكن توماس أقرب، توماس يستقبل ويلعب كرة أمامية بشكل ذكي. اللاعب محمد عياد لعب فريق رفيق اللي أمامنا على الصورة. نمر لتشكيلة فريق المحلة، أحمد عياد لفريق المحلة، وشاهدوا المحلة يعتمد على الهجمات العكسية حقيقة، عندهم سرعة في الأداء. هناك لعب كرة باتجاه من؟ باتجاه حاتم علي جونيور. الآن توماس يلعب كرة الأمام ناحية دانيال، ما تصلش الكرة، تعود من جديد وجهها ماتوبا جوبي، تعود من جديد ناحية الهادي عمر، وتوماس يبعد الكرة للأمام. مدرب فريق رفيق المدرب علي النابلي، بدأنا نشاهده كثيرا وتعليمات لا أيضا بعديد اللمسات وبعديد الأهداف، أنا متأكد من ذلك. تلعب الآن الكرة أمامية، تعود من خط ظهر رفيق بالرأس لحراري بشكل جميل، يلعب العرضية، وتوماس يلعب كرة من أجل شاهدوا الإعادة، شاهدوا الاستماتة من الحراري، وبشكل ذكي يفتك هذه الكرة، يلعب كرة أرضية زاحفة، وتوماس يبعد، يلعب كرة عرضية بشكل جميل ناحية شختور ويضيع شختور. الكرة كانت حلوة، كرة كانت، يلعب كرة الأمام ناحية الهادي، لا وجود لخطأ مؤيد، الفتيسي يلعب كرة الأمام، شختور ناحية الهادي عمر، الهادي وسط كماشة مدافعي فريق رفيق يستفيد منها توماس، توماس أمامية في منصف جديد للمحلة، المحلة ملعوبة للأمام ناحية عمر بالحاج، والمتابعة من توماس، والكرة تغادر تكون جانبية لأحمد الحراتي، عالية داخل منطقة الجزاء والإبعاد من توماس، توماس في منصف الملعب ناحية دانيال. المحلة صاحب البطولات وأيضا المعروف بمجتهدي المحلة، وترى أخرى نجد المحلة والأقرب هو المحلة حقيقة. تعود لي بالحاج أمامية ناحية بوساق، وتوماس بوساق، توماس يلعب كرة باتجاه حارس مرمى أمامية، وهناك راية، ما زال الضغط لفريق المحلة والهجمة ورفع الكرة داخل منطقة الجزاء، وأبعد الكرة عن طريق توماس، توماس يبعد الكرة إلى ركنية أخرى، والضغط